ايش انا عامل الطماطم ب 30 جنيه واليوم الطماطم ب 5 جنيه في السوق والفلفل ب 6 جنيه الكوسه ب 4 جنيه فنحن الناس سيد المشير في الموضوع هذا ان نحن سيرنا انا قاعدين بالحظيره والناس هذولا عليش مسكين الخضرة على الاسواق نبوا نفهم القصه هذه ونبوا الرد بالدوله والسلام عليكم ورحمه الله تفضل ابراهيم. نوصلوا كلامنا بس الصوت في الدوله الليبيه. نحن عباره عن سواقين نريد بالناس، نحن نخدموا والعيب فينا والخطا فينا وكل واحد يجي يحط كذا على سواق. من اول ما نقول بسم الله في ليبيا يبدا في النصاب بالخمسه وبالعشره ولابس قيافه الشرطه ولابس قيافه الدوله وينصب وياخذ الفلوس. واصلات الرسوم لعند 1500 جنيه ونحن ندفعه والتاجر يشيل بالسعر. بعدين من اول ما خش في ليبيا يوصل بعد نوصل مقازي نتاع ب 1600 جنيه انا ندفع والسواق والتاجر شايلهن والكيت جاي على مواطن راقد الريح اي قرش يزيد ياخذ نصاب ومساعد يجي كيد على مواطن راقد الريح في مقازي وفي طرابلس وفي ليبيا كلها اليوم الخضره اليوم الخضره لنا خمس ايام سيارات الدرسات نافته مش لاقيين نحن كسواقين عايشين سياراتنا وقاعدين فيها لكن السعر حيرجع المواطن راقد الريح، انا ما يهمنيش الموضوع، يهمني بلادي ويهمني مواطن راقد الريح اللي ارشاديه، اللي اليوم كيلو الطماطم بالثلاثه بكره حيقعد بسبع جنيه، بكره حيقعد كيلو الطماطم بسبع جنيه، اذا كان واحد يجينا ياخذ جوازات السواقين بالكامل حتى خادم دخول ما نخدموش فيه ليبيا لعلمكم، ياخذ جوازات السواقين بالكامل ويجي عقب النهار تبي جوازك ادفع 1000 جنيه، ندفعه ب 1000 جنيه غصبا عني عشان ناخذ جواز، ويعطيني ورقه صوره صورة نمشي فيها البوابات ما فيش بوابة محترفة فيها، مين نوصل بنغازي؟ واليوم لنا خمسة أيام سيارات الخضراء، احنا هذا آخر يوم، اليوم ايش يا جماعة التاريخ؟ اليوم 14 يوم السبت، اليوم 14/3 اليوم السبت، علموا لله أنا والسواقين اللي قدامي الساعة 5 العشية ما جاناش راي، ما جاناش حل، حنطلع بسياراتنا ونحن مش طالعين لغاية لأنفسنا ولا طالعين بشيء، والله الرافه براقد الريح اللي قاعد يراقب الناس واللي مكذب كلامنا يعدي سوق الخضره في طرابلس وجلابيه وبنغازي والبيضاء وطبرق يعدي سوق الخضره شوف الخضره اليوم ايش وانتم اليوم خضرتوا والخضره معنا حتفسد يا خاء وانتم اليوم خضرتوا شوفوا اسعار الخضره نحن راهو اخر بيعاتنا خمسة العشية حنطلع من مساعد بالرصاص بالعصار طالعين يبقى فلوس نعطوهم فلوس ويعطونا جوازاتنا بسبيل نوصلوا الامانة نحن شايلين امانة ونحن نبغى ناكلوا منها لا فيها ضرر ولا فيها شيء هذا عبارة عن خلاف بين اشخاص في مدينة طبرق والله في مساعد مش خلاف دولة مش خلاف دولة اللي تعارك اثنين اللي تعارك اثنين يقول لك تعارك اللي راح يجي كيد على الساري هذول تعاركوا اثنين على منصب جاء كيد على ليبيا كلها على المواطنين رقاد الرياح في ضريبة ارتفاع الأسعار وهذا آخر ما نقوله ويصلح الله حال البلاد ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل أهل السيارات السيارات الدرسات حاجة بث مباشر ولا لا